دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات المؤمنات، بارك الله بكم ونفع بكم وحفظ لكم إيمانكم ومن يلوذ بكم. نبدأ هذه المحاضرة بتعليق لطيف، وهو أن أوسع نشاط عبادي هو الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إليه، لأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله. ومن الذكر التفكر في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، يقابل هذه الآية: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. محور هذا اللقاء الطيب: كيف نؤمن بالله العظيم؟ لأن إبليس آمن بالله، قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. البطولة والنجاح والتفوق والفلاح أن نؤمن بالله العظيم. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذن هناك آيات كونية هي خلق الله عز وجل، وآيات تكوينية هي أفعاله، وآيات قرآنية هي كماله، هي قرآنه. الآيات الكونية موقفنا منها التفكر في خلق السماوات والأرض، والآيات التكوينية أفعاله موقفنا منها النظر. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والآيات القرآنية موقفنا منها التدبر، أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة، أن نفهمه، أن نعمل به. أيها الإخوة الكرام، من هنا كانت بعثة الأنبياء والمرسلين. كمال الخلق، الكون أمامنا، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. ومن كمال التصرف ألا يدع ربنا جل جلاله عباده من دون توجيهات ونصوص يهتدون بها في طريق حياتهم. أيها الإخوة الكرام، ألف الناس اتباع شهواتهم وتلبية حاجاتهم المادية وغرائزهم. لذلك إذا أرسل الله رسولاً من عنده ومعه منهج افعل ولا تفعل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشقاء إلى الحبور، كذبه الكفار والمشركون ورأوا في منهج الله تقييداً لحريتهم، ويقول الذين كفروا: لست مرسلاً، قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم. إذن لا بد من أن يشهد الله لأنبيائه ولرسله أنهم أنبياؤه وأنهم رسله. كيف يشهد لهم؟ سابقاً
كان الله عز وجل يشهد لأنبيائه بالمعجزات الحسية المادية. هذه المعجزات من خصيصتها أنها مادية، كتألق عود الثقاب، يتألق هذا العود ثم ينطفئ وينتهي، فيصبح التألق خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. لكن لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة البعثات، ورسالته خاتمة الرسائل، ونبوته خاتمة النبوات، فلا بد من أن تكون معجزاته ليست حسية ولكنها علمية. لذلك تجد في القرآن الكريم 1300 آية تتحدث عن الكون وعن خلق الإنسان. إذا كانت آيات الأمر تقتضي أن نأتمر، وإذا كانت آيات النهي تقتضي أن ننتهي، وإذا كانت القصص تقتضي أن نعتبر، فما مهمة 1300 آية في القرآن الكريم؟ وما النبي عليه الصلاة والسلام بعثته خاتمة البعثات، رسالته خاتمة الرسالات. لذلك لا بد من أن تكون المعجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية. من هنا رواد الفضاء في رحلة أبولو 8 التي ذهبت إلى القمر، بعد مضي وقت من الزمن صاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. لو فتحتم الإنترنت لوجدتم هذا الكلام في رحلة أبولو 8. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن رواد الفضاء تجاوزوا طبقة الهواء فانعدم تناثر الضوء، ولما انعدم تناثر الضوء أصبح الظلام، أصبح الجو مظلما، فصاح أحد رواد الفضاء: لقد أصبحنا عميا. انتهت. افتح القرآن الكريم الذي نزل قبل 1400 عام، قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما هذا التوافق المذهل بين حادثة وقعت قبل 20 عاماً وبين قرآن تنزل قبل 1400 عام؟ معنى ذلك الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. شيء آخر، الأرض من مسلمات علم الجغرافيا أن الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، يعني مسار بيضوي، والمسار البيضوي له قطران: قطر أطول وقطر أصغر. الأرض هنا في دورتها حول الشمس تتجه نحو القطر الأصغر. بقانون الجاذبية، الجاذبية متعلقة بالكتلة والمسافة، الكتلة ثابتة أما المسافة قلت، فإذا قلت انجذبت الأرض نحو الشمس. دقق. وإذا انجذبت الأرض نحو الشمس تبخرت في ثانية واحدة. ما الذي يحصل؟ قال: هنا ترفع الأرض سرعتها، لينشأ من رفع السرعة قوة نابضة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. اقرأوا القرآن الكريم: إن الله يمسك السماوات والأرض
أن تزول. الزوال هنا الانحراف. من الإله العظيم رفع سرعة الأرض لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فبقيت في مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. أيها الإخوة الكرام، هذه آيات كونية، هذه منهج التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار. إخوتنا الكرام، دقيقة جداً. قال تعالى: إن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون. ما معنى هذه الآية؟ شيء لا يصدق. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، يدور دورة حول الأرض. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط، هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. نصف القطر ضرب 2 القطر ضرب البي 3.14 المحيط. يعني ابنك الصغير بدقيقتين مع آلة حاسبة يحسب لك كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في الشهر. ضرب 12 بالسنة، ضرب 1000 بألف سنة، عملية بتتم بدقائق. لو قسمنا المسافة على الزمن لكانت السرعة، لو قسمنا على 1000 سنة سرعة الدوران بالسنة، لو قسمنا المسافة على 365 باليوم، لو قسمنا المسافة على 24 بالساعة، على 60 بالدقيقة، على 60 بالثانية، المفاجأة إنها سرعة الضوء. السرعة المطلقة في الكون الذي جاء بها أينشتاين وملأ الأرض ضجيجا، مع أن هذه السرعة أدرجت في 5 كلمات في القرآن الكريم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هي سرعة الضوء. أيها الإخوة الكرام، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، أقرب نجم على الإطلاق، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. ماذا تعني 4 سنوات ضوئية؟ يقطع الضوء في الثانية الواحدة 300 كيلومتر بالثانية، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. أيضا ابنك الصغير بدقيقتين يحسب لك المسافة التي تبعد عن أقرب نجم ملتهب على الشمس. لو أردنا أن نصل لهذا النجم اللي هو أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، لاحتجنا بمركبة أرضية، دققوا، إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام كي نصل إلى أقرب نجم ملتهب. متى نصل إلى نجم القطب 4000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة مليونا سنة ضوئية؟ متى نصل إلى أحدث مجرة اكتشفت حديثاً 24000 مليون سنة ضوئية؟ افتحوا القرآن
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. أخواننا الكرام، الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كما أن هناك آيات تتحدث عن الكون، هناك آيات تتحدث عن الإنسان. هذا الإنسان المخلوق الأول هو أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرصنا على سلامتنا وعلى سعادتنا، ينبغي أن نتبع تعليمات الخالق. لذلك يعني إنسان ماشي بالبستان رأى أفعى، ما الذي يحصل؟ تنطبع هذه الصورة على شبكية العين ولا تقرأ في الشبكية، تنتقل إلى الدماغ. بالدماغ في مركز الصور يدرك معنى أفعى، في عنده ملف الأفاعي والسعابين، هي الملفات ناتجة من رؤيته، من قصة سمعها من جدته، من أستاذ العلوم، مجموع المعلومات والرؤى تجتمع في ملف اسمه السعابين. فلما نقلت هذه الصورة إلى الدماغ، مركز الصور علم أن هناك ثعبانا أو أفعى، أرسل إلى غدة فوق الكلية اسمها الكظر. الكظر هذا الدم يتجلط فيغلق الجرح. صنع من؟ علم من؟ قدرة من؟ أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي بين أيدينا كأس الماء. هذا الماء فيه خاصة، لولاها لما كان هذا اللقاء، ولما كانت هذه المحاضرة، ولما كان هذا البلد، ولما كانت أمريكا. ما هذه الخاصة؟ أن الماء إذا سخنته يتمدد كأي عنصر آخر، وإذا أبردته ينكمش. فإذا أبردت الماء ينكمش، تزيد كثافته، إلا أنك إذا بردته حتى درجة زائد 4 تنعكس الآية، يزداد حجمه. إذا ازداد حجمه قلت كثافته، طفى. لولا هذه الظاهرة لما كانت حياة على سطح الأرض، كلما تجمدت طبقة ازدادت كثافتها، سقطت نحو قاع المحيط. بعد حين تتجمد البحار، ينعدم المطر، يموت النبات، يموت الحيوان، يموت الإنسان. هذه الخاصة بالماء سبب وجودنا بهذه القاعة، هذه الخاصة بالماء سبب الحياة. لذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعنا وجها لوجه أمام عظمة الله. حفظ الله لكم إيمانكم وأهلكم ومن يلوذ بكم واستقراركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.